بلا شك إنه كابوس التصاقات تجويف الرحم المعروفة باسم أشرمان هو كابوس في تخصص النساء الولادة، لما يحصل انغلاق تام لتجويف الرحم وكأن الدلق جواه صمغ واتقفل تماما. الجراحة بتكون صعبة جدا، التعرف على تجويف الرحم بيبقى في منتهى الصعوبة، فرص ان يحصل مضاعفات زي ثقب في جدار الرحم او مشاكل دي بتبقى عالية قوي. تعالوا معايا بقى، تعالوا معايا واقدم لكم هدية، انا بعتبرها هدية لانه تكنيك جديد حقيقة من ابتكاري، بيعتمد على استخدام قوة ضغط السائل زي ما احنا شايفين كده ليه ان هو يفتح السكة ويوسع الطريق، بس مش مجرد ضغط السائل بس. خليكم معايا وهحكي لكم وحوريكم وهقول لكم السر بتاع الصعقة. شايفين هنا الالتصاقات تدريجيا بيحصل لها ريليس، وكأنها زي صمغ بيسيح وبيتفك، ويعني المنظر بديع من أروع ما يمكن. بصوا مع بعض معايا هنا، بصوا شايف ازاي الالتصاقات بتتفك وبتتشد وبتتمزع. الحقيقة جميل وبديع وفيري سيف، ما لا في كهرباء ولا في مقص ولا في استعمال، ولكن الموضوع مش ضغط ماي بس، لا اتجاه البوش. بص هنا انك بتغير اتجاه ايدك وتبتدي تتفتح وتتمزع وتتشد وتتمط الالتصاقات. وهنا لحظه، بص شايف الدليل اللي بان لك ده؟ الدليل ده مبين ان في سكه توصلني منظر بديع. It's not only مش ليس فقط هايدرو دايسكشن، ده كمان قوة الزق. قد ايه القوة اللي بتزق بيها الهيستروسكوب التلسكوب اتجاه الزق؟ فهما تلات حاجات: ضغط المية، اتجاه البوش، وشوفنا هنا تيوب البسطي، وقوة البوش. لو زقيت جامد هتروح تلاقي العدسة دخلت جوه الالتصاقات زي الستارة ما تقع على عينيك، أو زي الضباب لما يقع على إزاز العربية. شوف حاجة، ده اللي هو القوة. نمرة اتنين الاتجاه، لو زقيت في اتجاه غلط هتلاقي نفسك اتحشرت جوه العضلات وكلها لونها أبيض، كلها لونها أبيض. تقول لي طب تعرف إنك ماشي صح إزاي؟ من رد الفعل، طول ما أنا بتقدم وبزق وتلاقي الأنسجة بتتمطي يبقى أنت ماشي صح. لقيت الدنيا ثابتة وأبيض ثابت ما بيتشي يبقى أنت ماشي جوه العضلات، ولو كملت هتخرج. هنا عايزكم تركزوا وتشوف اتجاه الزق. تقول طب انا هعرف ازاي دكتور اسامه قوه الزق بتاعي وانا جنبك ولا ماسك ايدك؟ انا هقول لك ازاي. شوف سرعه التقدم بتاعي، اللي بقول لك ده الكلام والله ربنا يعلم قد ايه ببذل مجهود اوصل المعلومه. شوف السرعه اللي انا بزق بيها، السرعه مش بتخش كانك بتحشر مجس رحمي او موسع، لا ببطء شديد مع تعديل اتجاه الزق. فده بيخلي البوش دفع المياه في الاتجاه الصح، ولو لقيت المزع ماشي معاك كويس كمل، لو لقيته وقف تعرف ان هنا الانسجه اصبحت لدرجه من التليف ان الزق او الدفع مع قوه الميه مش كفايه. يعني هنا بقى وقف وادخل حاجه بقى اقص بيها المقص. الدنيا ضيقه قوي، ده احنا هنا بنتكلم في 7 8 مللي الحته اللي انا بشتغل فيها. ادخل المقص وزي الراجل الاعمى اللي بيزق العصايه يعرف السكه قدامه سالكه ولا لا. احس التيوب الاوستيان بس 100 مللي. يا سلام، انا عايز اشارككم وتشاركوني المتعه والفرحه وانت بتشوف تجويف الرحم اللي كان مقفول وهو بيتفتح من الظلام الى النور، من اليأس إلى الأمل. طبعا في كل خطوة الأمل بيزيد. على فكرة الفيديو ده ما انقدت، وتاني بكرر، لا هي استعراض ما شطارة ولا سرعة، دي مش زي كلمة بعمل القيصرية في ربع ساعة، لا هنا ما فيش حاجة اسمها هيستروسكوب في الحالة دي. لو قعدت تلت ساعة ونص ساعة يبقى أنت دخلت سكة غلط، ما هو ولو دخلت سكة غلط ما ينفعش تصلح تاني. دي مش زي ما بتعمل مثلا عملية استئصال رحم أو ورم دخلت في سكة غلط حصل نزيف وقفت وصلحت نفسك. هنا لا، هنا لو دخلت في سكة غلط أنت اتحشرت جوه العضلات، الدنيا بقت كلها مظلمة قدامك. شايفين بقى، استمتعوا بالمنظر الجميل واستعادة تجويف الرحم والوصول لفتحات الأنابيب، وهي كلها ثواني ونشوف
صورة أشعة الصبغة قبل العملية وبعدها. شكل الرحم الطبيعي ونبص على صورة أشعة الصبغة قبل العملية ونبص عليها بعد العملية. الحمد لله، أتمنى أكون وصلت لكم حاجة مفيدة. أنا أسامة شوقي من مصر.